تفضلوا خذوا أماكنكم، أهلا وسهلا فيكم. أنتوا يلي عم تسمعونا يلي عم تحضرونا، بدنا نشكر رب من أجل خدمة الست سبعة على هالعمل الجبار يلي دايما بيعملوه. وبدي حيي بشكل خاص اليوم الشبيبة يلي عم يسمعونا، عم بسمع أنه عدد أكبر من الشبيبة المزوجين أو غير المزوجين يلي عم بيتابعوا خدمتنا، فبدي حييكم أنتوا بشكل خاص، أنتوا الحاضر، أنتوا المستقبل، أنتوا البركة بحياتنا، والكنيسة هي لإلكن. فمنصلي أنه من خلال هالعظات تكونوا أنتوا عم تنموا وعم تستفيدوا أيضا. عم نفرح بالمشاركات يلي عم نسمعها ويلي عم نسمع عنا من بعد الخدمة بكنيسنا. نحن هلأ عنا 24 اجتماع خلال الأسبوع، نعم 24، منجتمع بأماكن متعددة لحتى نسمع لرسالة الحياة ونسبح ونعبد إلهنا الحي، ومن بعد العظة عم بيكون في فرصة للمشاركة، فكونوا معنا حتى نتعلم من خبراتكم ونسمع لشهاداتكم بهذه الظروف الصعبة يلي عم نمر فيها. إذا أنت شخص ما رح تنتبه لعلاقاتك، انتبه أنه في خطر كبير، لأنه في ظروف صعبة عم نمر فيها أنه تتدمر العلاقات يلي لسنين أنت عم تهتم فيها. هذه الأيام الصعبة فيها تحدياتها، وبسبب هذه التحديات في خوف أنه إذا ما أعطينا اهتمام للعيلة خصوصاً في البيت الواحد، في خطر أنه تتدمر العائلة. عندي بعض الاختبارات بحب شاركها معكم، لكن في نهاية العظة. موضوع اليوم هو، انتبه معي، المفاتيح التي تغلق قلب الآخر. المفاتيح التي تغلق قلب الآخر. الأسبوع الماضي حكيت عن مفتاح قلب الآخر وركزت على هذه القضية المهمة. إذا أنت ما سمعت لوعظة الأسبوع الماضي بدي شجعك أنك تروح وتسمعها، لأنه فيها أمور كتير مفيدة لحياتك. واليوم بدي تابع الموضوع لكن من منظار مختلف، المفاتيح التي تغلق قلب الآخر. ورح أنطلق من قاعدة كتابية، يعني من قيم كتابية، من مبادئ كتابية، من كلمة الله، ورح أطبقها بحياة الزواج. يعني مثلا الرب يسوع المسيح بيقول: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. شو رأيك تاخد هيدي الآية وتطبقها بالزواج؟ شوف ما أقواها، شوف ما أعظم كلام الله لنا. يعني إذا أنت محتاج للحنان أعطيه حنان، إذا أنت محتاج للصدق أنه الآخر يكون صادق معك كن أنت صادق معه، إذا أنت بتحب أنه الآخر يكون كريم معك كن أنت كريم في علاقاتك مع الآخرين. فكل شيء بدك الآخر يعمله معك أنت عمله معه. وإذا طبقنا هذه القاعدة بالزواج منختبر الزواج المقدس والسلام والفرح والأمان بالزواج. بأفسس 4:32 مكتوب: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض. شو رأيك تطبق هذه الآية بزواجك؟ وعم بقول بولس كونوا لطفاء، مش معناتها ضربها بلطف ولا حكيها بطريقة سبلة بلطف، لا مش هيك عم بقول، عم بقول كونوا لطفاء. وإذا أنت بتعبر عن هاللطف تجاه الآخر أنت بتربح الآخر وبتعيش بسلام حقيقي. بستغرب قديش بسمع لما نوعظ عن الزواج نساء بيجوا بخبرونا قديش عم يتعنفوا ببيوتهم، ولما بسمع انه هيدا البيت يدعي بانه مسيحي بيحزن قلبي. طبق هيدي الايه ويكفي، كون لطيف مع الاخر والاخر لطيف معك. ففي قواعد، في قيم، في مبادئ كتابيه بيكفي انه نطبقها، وشوف كيف اللي عم اقول لك اياه بيتحقق بزواجك وببيتك. بعدين بتابع بقول: شفوقين متسامحين كما سامحكم الله ايضا في المسيح. بيعقوب 4:11: لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة. ما بتسب الآخر، ما بتشتم الآخر، بتكون مهذب مع الآخر. اللي أن من يتكلم بالسوء على أخيه، شيل كلمة أخيه وحط على شريك حياته أو يدين شريك الحياة، يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. بعدين بيعقوب 5:9: لا يتذمر بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا يدينكم الله، لئلا يدينكم الله. ما تتذمر، الديان واقف على الباب.
شو بيك عم تتذمر كل الوقت؟ ولا بيعجبك أكله، ولا بيعجبك شكله، ولا بيعجبك أدائه، وانت ما بيعجبك شي بتصرفاته، ولا قديش عم بيطلع وكيف عم يشتغل. شو هالمشكلة يلي عم نختبرها بالأيام؟ انه في تذمر مستمر. البدل ما تتذمر شكور وشوف كيف حياتك وزواجك بيتغير. بالإنجليزي بسبب انه الانسان بيبقى عنده كتير توقعات بالزواج، بالإنجليزي decrease expectation increase appreciation، يعني بالعربي خفف التوقعات وكثر التقديرات، كثر إعجابك بالآخر، شوف كيف ببطل في تذمر بعلاقتك مع الآخر. بغلاطي 5:26 بقول لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. ترجمة تانية، فلا نتكبر ولا يتحدى ولا يحسد بعضنا بعضا. يعني هيدي إذا بتطبقها بالزواج بتفهم، وإذا أنت مزوج بتعرف إنه أغلبية المشاكل الزوجية إلها علاقة بكلمة واحدة هي الأنا. نعم الأنا، بياخد على خاطري بسبب الأنا، ما في شيء بيعجبني بسبب الأنا. هيدي الأنا كبيرة فينا لدرجة إنه بتخلينا نتخانق نحن والآخرين، نظلم الآخر، نتصرف نغاضب بعضنا البعض، نحسد بعضنا البعض، لأنه الأنا بدأ مالي الآخر. بعدين بواحد تسالونيكي 5:11 بقول فساعدوا وشجعوا بعضكم بعضا مثل ما تفعلون الآن. فشو رأيك إنك تطبق هيدي الآية؟ الآخر بيحتاج لمساعدة منك، كيف فيني ساعدك؟ كيف فيني شجعك؟ كيف فيني أقف حدك؟ هيدي العبارة إنك تعنيها، شوف كيف بتغير زواجك. بعدين بسفر الأمثال 15:1 قال الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط. الجواب اللين يصرف الغضب. كيف بتتعامل مع شخص لما بيغضب؟ لما بين مزدوجين بيطلع خلقه، عم بيقول لك كن لطيف معه، بتكسره بتغلبه بلطفك، فهيدي وسيلة لحتى تربح الآخر. بعدين بيعقوب 1:19-20 ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. عم تنتبه؟ ما عم بقول مبطئا في الاستماع مسرعا في التكلم، هي نحن شاطرين فيها، لا عم بقول مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. خدا عيشة وشوف كيف الزواج بيتغير نحو الأفضل. مزمور 34:13 صن لسانك، يعني منع لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. إنسان صادق عيش بالصدق، شوف كيف النتيجة بتكون ثمر حياة بزواجك. بعدين فينا نروح على 1 كورنثوس 13 لما بيحكي بولس عن المحبة، المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. وهلأ إذا منأخذ هؤلاء الآيات كلهم، وبعد في كتير إذا منأخذ هؤلاء الآيات وعمليا منبلش نعيشهم بحياتنا ونبلش نعيشهم بزواجنا، شوف كيف الزواج بيتغير. وهلأ رح أعطيكم بعض النصائح يلي بتعلمهم ومنتعلمهم مع بعض، وبدنا نسعى أنه نطبقهم. عندي 12 للزوج 12 للزوجة، ولأنهم كتار عم نحط ورقة بين إيديك مطبوعة مكتوبة فيها كل المعلومات، احتفظ فيها خليها معك، عيشها تعلمها احفظها مثل ما بتحفظ الأغاني وترانيم، احفظها وجرب عيشها بعلاقتك الزوجية. فرح أبدأ بالزوج اليوم. أولاً، لا تحتقر زوجتك أمام الناس. لا تحتقر زوجتك أمام الناس. أنا بعرف رجال كان بحضوري يقول، وزوجته موجودة حده لما بيكون بمكان عام وزوجته معه، بيقول أنا أكبر غلطة عملتها بحياتي إني تزوجت هيدي المرة. كيف بتحس هالمرة لما بتقلها هيك كلام؟ قديش هذا الكلام مؤلم؟ عوضا عن ذلك شو رأيك تقدرها
تحكي عنا بالخير بالمنيح إلا ما في مثلك. وإذا قاعد حد حدا أنت متزوج، إذا هلا أنت متزوج وقاعد حد حدا بالكنيسة أو باجتماع وعم تسمع لهيدي العظة، شو رأيك تطلع لهالشخص اللي حد منك وتقول له عندي مرة ما في مثلها بالدنيا، عندي زوجة ما في مثلها بالدنيا. لما بتعبر لزوجتك قدام الناس للناس عن زوجتك قديش أنت بتحبها وبتقدرها، شوف قديش بتتشجع زوجتك. فلا تحتقر زوجتك أمام الناس. رقم اثنين، لا تهرب من عبارة I'm sorry، بعتذر سامحيني غلطت. فشو رأيك تتعلم تعتذر لما تغلط وفيك تحضر حالك للاعتذار؟ هلا أنا لما بحكي مع زوجتي بحكي معها بالإنجليزي، وفي عبارة منقولها أنا وياها دايما يلي هي Did I come across as unloving؟ يعني بسألها هيدا السؤال، بقول لها هل أنا حكيت معك آخر النهار مكون مع بعض، بسألها هل أنا تصرفت أو حكيت بطريقة ما فيها محبة؟ فبعطيها مجال تعبر، ولما هي بتعبر شو بقول لها؟ ما بقول لها إيه بس الحق عليك، لا بقول لها I'm sorry، بعتذر بعتذر سامحيني. فأنت فيك تحضر للاعتذار أنك تسأل الآخر وتاخذ منه جواب، وإذا فعلا شعر أنك أنت ما كنت محب تجاهه بتعتذر منه. فخلينا ما نهرب من هذه العبارة، أن أعتذر من الآخر. رقم ثلاثة، لا تصرف النظر عن مشاعرها. مشاعرها بصراحة بقول لك أيام أنا بشعر لما أكون مع زوجتي وعم بتعبر عن مشاعر معينة أنه اللي عم بتقوله منه منطقي، وما بعرف إذا منطقي ولا غير منطقي، لكن المهم هيك هي عم تشعر. فأنت لازم ما تصرف النظر عن هيدي المشاعر، بيكفي أنك تصغي لإلها وشوف كيف العلاقة بتتغير للأفضل. المشاعر مهمة، والمشاعر لحتى نعبر عنها لنشعرها. ما فيك تقول ما تشعر، ما أنت إنسان فيك مشاعر لازم تشعر. تذكر أنه لما بتكون الزوجة منزعجة أو مضطربة عاطفياً، وانتبه لها النقطة بدرجع عدلك إياها، تذكر أنه لما بتكون الزوجة مضطربة عاطفياً منزعجة عاطفياً بتغلق باب جسدها. فأنت ما فيك توصل لجسدها إذا ما غمرت عاطفياً، تفهم عليّ؟ فلما رجال بيكون هو وزوجته عم بيحكي بالعلاقة الزواج يلي فيها الجنس مقدس يلي ما بنحكي عنه كتير للأسف، العيب بالكنيس ما بنحكي عن هالمواضيع برأيي أبداً، لازم نحكي عن هالأمور المقدسة. الرجل لازم يعرف كيف ما يصرف النظر عن مشاعر زوجته قبل ما يصير في علاقة بيناتهم، ومن بعد العلاقة لازم يعبر عن عواطف، لازم يحط ايده ويغمرها ويكون حدا مش يلتهي بشي تاني مباشرة. فهالمشاعر لما بتحس معها وبتحتضن مشاعرها انت بتربح زوجتك. رقم أربعة، عندما تشاركك زوجتك مشكلة ما لا تسارع إلى تقديم الحلول. لما زوجتك بتشارك معك مشكلة معينة أنت ما تسرع وتروح بسرعة لتقدم لها حلول. وأنا بوقع بهيدي المشكلة، أنا إنسان بحب لاقي حلول للمشاكل، ويمكن أنت هيك اللي عم تسمعني. لما بتجي لعندي زوجتي وعندها مشكلة معينة دغري أنا بنط وبقرأ شو بده يصير وبعرف شو بده، ومن الآخر بقدم لها الحل، فهي بتنزعج لأنه ما صار لها فرصة أن تعبر عن مشاعرها. لأنه كثيرا ما لما المرأة بتعبر عن مشاعرها بتفهم مشاعرها وبتلاقي حلول لحالها، بس بدها حدا تشارك معه مشاعرها. رقم خمسة، لا تنتقدها أمام الأولاد. أمام الأولاد هيدي شغلة صعبة ربما لإلك، يمكن ما فيك تخليهم ببطنك، بدك دغري تنتقد. بدك تتعلم كيف يكون عندك صبر لما زوجتك تتصرف بطريقة يمكن برأيك غلط يمكن برأيها صح، وبدل ما تنتقدها قدام الأولاد وهيدا بيأثر على الأولاد، انتبه إنك ما تعمل هيك. وكم من مرة أنا وغيري ونحن نقع بهذه المشكلة. رقم ستة، لا تقف صامتاً عندما يسيء الأولاد معاملة أمهم. لا تقف صامتاً يعني إذا ابنك بيسيء لأمه زوجتك، وأنا كنت أعمل هيك لما أولادي كانوا أصغر من هيك، كنت أنزل لمستويهن وأطلع بعينه لابني وقل له ممنوع
تهين زوجتي، ممنوع تحكي مع زوجتي بهيدي الطريقة، ما بسمح لك تحكي مع أمك اللي هي زوجتي حبيبة قلبي بهذه الطريقة. بعدين رقم 7، لا تدخل السيارة قبل أن تفتح الباب لها أولاً. شو رأيك بهيدي؟ ليه هيدي مهمة؟ لأنه لما بتفتح الباب لزوجتك من بعد الزواج بتتذكر الحياة الرومانسية قبل الزواج وبتعيش هيدي الحياة بطريقة مستمرة. هلأ عنا سيارات، يمكن يجي وقت يبطل عنا سيارات للأسف، يمكن نصير نركب على الحمير، لكن مازال عندك سيارة هلأ، قوم بهالأعمال الصغيرة يلي فيها عطف ومحبة. رقم 8، لا تتجاهل رأيها عندما ترغب هي في اتخاذ قرارات مهمة. يعني هي لازم تشعر أنه أنت حدا لما بدها تأخذ قرارات صعبة، فلازم أنت تشجعها وتدعمها وتقول لها إيه خبريني، من شو خايفة، شو بدك، ساعدها شجعها أنها تدرس أكثر، أنها تعمل رياضة، يمكن أنها تحقق أهدافها وأحلامها، فأنت كن إلى جانبها لما بدها تأخذ قرارات صعبة. رقم 9، لا تخل بوعودك لها. يعني كن صادق 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 لما بتلفن لك وبتقلك أي ساعة بدك تجي على البيت وبتقلها الساعة 7، يعني الساعة 7. هل منغلط بهالأمور؟ نعم، من هيك أنا وزوجتي عم نتعلم وتعلمنا شو نعمل. مثلا بكون أنا قاعد عم حضر لخدمة معينة، بتجي زوجتي بتقلي إجا وقت الغداء، فأنا ما فيني أترك بنفس اللحظة بقلا جاية، وهيدي الجاية بتطول، فاتفقت أنا وياها إنه لما بتجي لعندي بدل ما تقلي الغدا جاهز بتقلي بعد ربع ساعة بدنا ناكل، فأنا بخلص اللي عم بكتبه لحتى أقدر أكون معها. فأنت فكر بطرق يلي فيها تحافظ على كلمتك ومدخل بوعدك تجاه زوجتك. رقم 10، لا تبقى على مسافة من زوجتك حين تتواجدان في المناسبات والأماكن العامة. يعني زوجتك بتحب انه لما انت تكون معها بالمناسبات تقعد حدها، تمسك بايدها تعبر لها عاطفيا. بمجتمع دائما بنقول انه الرجال ما بيعبر عاطفيا، مين قال لك هيدي حقيقه؟ هيدي كذبه. فانت بالاماكن العامه كن لطيف، امسك ايدها، اغمرها، امشي حدها، اقعد حدها، تحدث معها. هيدي الامور ايجابيه جدا. أنا وزوجتي عنا إشارات معينة ما حدا بيعرفهم، حتى الأولاد ما بيعرفوهم، يلي لما بعملها إشارة معينة من دون ما حدا يحس ويعرف بتعرف أنه أنا عم إلا أنا بحبك، وهي نفس الشيء تجاهي. رقم 11، لا تشتهي امرأة، هيك بقول كتاب مقدس، خصوصا في حضورها. يعني حتى بالمزح ما تقول اف شو حلوة هيدي الامرأة. زوجتك بدها تحس وتشعر انه هي الاجمل، هي الاروع، هي الافضل بحياتك. رقم 12، لا تتعامل معها وكأن كل امور الحياه اما بيضاء ام سوداء. في نواحي بالحياه نحن بنعرف انها سوداء او بيضاء، في قيم ما بنساوم عليها، لكن في امور بالعلاقه بتلاحظ انه هي رمادي اللون. فأنت مش لازم تشوف كل الأمور بالحياة صغيرة أو كبيرة إما سوداء إما بيضاء. هيدا الشيء ما بينفعك بعلاقتك الزوجية. بعطيك مثل، بترجع زوجتك على البيت بتسألها شو وين كنت حياتي، بتقول لك رحت جيب أغراض، وأنت ثاقبت أنت وقاطع، شفتها عم بتعبي بنزين وبعدين شفتها عم بتشرج تليفونها مثلا، فبتقول لها ليش عم تكذبي علي، ما أنت كنت عم بتشرج التليفون أو كنت عم تعبي بنزين. بتقلك آه أنا جبت أغراض بس كمان قطعت وشرجت تليفوني. فإذا أنت بتشوف الأمور يا أسود يا أبيض بتظن بزوجتك، بتقلها عم تكذب علي، أنت منك صادقة، وبتعلق أنت وياها. لما الآخر لما بيعبر أيام بيعبر بطريقة رمادية منها واضحة 100%، فأنت ما تحكم عليه بسرعة. وهلأ بنتهي من الرجال وبدي اقول لك يا رجل انه مثل ما انت بتقضي وقت يمكن تحضر اخبار لانه بهمك الموضوع، ويمكن بتقضي وقت بتسمع او بتحضر فوتبول، او اذا انت بشغلك بهمك امر معين بتروح بتدرسه وبتتعمق فيه، ارجوك خذ هودي النقاط 12 وجرب عيشهم بحياتك وشوف قديش بتستفيد وبيستفيد زواجك. هلا بعرف انه الوقت عم بيدهمني لانه في وقت للمشاركه، بدي احكي عن النساء. اسمعيني أرجوك، أولاً
شو المطلوب منك؟ اولا لا تحتقريه امام الناس. اذا بتحتقريه قلبه بسكر. لا تحتقريه امام الناس، لا بالكلام ولا بحركه الجسم ولا بحركه الوجه ولا بابتسامه ساخره، حتى بنظراتك ما تحتقري زوجك. كنت قاعد مره مع زوج وزوجه عم زورهم كبار بالعمر، فبيعطيني نصيحه بتقول الزوجه نطق مين؟ لا مش نطق زكريا، بس هي مش هيك قالت، هي قالت حكي اخوه شناي. هلا تذكرت، حكي اخوه شناي. فلما يحكي، لما زوجك يحكي احترمي الكلام يلي عم بيقوله. رقم اثنين، لا تحتقري ما قام او يقوم به من اعمال، على العكس قدريه، عبري له عن تقديرك للامور الصغيره والكبيره، وحكيت عن هالنقطه الاسبوع الماضي. رقم ثلاثه، لا للنق، لا للنق، لا للنق، لا للنق. وهذا الكلام بيطبق رجال وعن النسوان. انتوا بتعرفوا انه الفعل نقة، نقة بالعربي، بتعرفوا لمين بنستخدمها؟ رح اقلكم، تستخدم عن الضفدع. فالضفدع فعلا اذا بتطلع بالقاموس هو الحيوان يلي بنق. فجيب لك هيدي الضفدع اليوم، وجيب لك هيدي الضفدع اليوم لقلك انه الله ما خلقنا ضفادع، الله خلقنا بشر منتواصل مع بعض بشكل فعال. فارجوك وارجوك لقلك كمان بتطبق، ما بدنا نكون ضفدع. سامع صوتها هلا؟ لما بتروح على بستان بدك هيك تقعد، وفي نبعة ماي وفي شجر الصفصاف، وبتجي تقعد تحت شجرة وبدك تنام، في شي مرة انتبهت قديش صوت الضفادع بيكون عالي ومزعج؟ فما بدنا حدا يكون ضفدع. انت الرجل، انت امرأة، انت مخلوقة على صورة الله. فرح حطها هون لحتى تتذكر وتتذكري انه الله ما بده اياك تكوني الا امرأة بكل ما للكلمة من معنى. وصدقين التواصل الفعال اقوى بكثير من النق. واذا عم بتنقي وما عم تستفيدي، شو رايك تصلي لزوجك؟ الصلاه قديش مهم. رقم اربعه، لا تحرميه من العلاقه الجنسيه كتاديب له لانه لا يستجيب لمطالبك. يعني احكي معه بدل ما تعاقبيه وتاديبيه، ليش ما بتقولي له أنا جسدي مسكر لأنه مشاعري مجروحين، تعال نحكي عن مشاعري، تعال نحكي مع بعض كيف ممكن علاقتنا تكون أفضل وأجمل وأروع. مثل ما هي بتحب تعبر وتفضي عاطفيا، أنت بتحب وبتعبر بطريقة تانية ما رح سمي لك إياها. ففهم على زوجتك وصال لعاطفتها بتوصل لجسدها. فأنت إياك تعبي، شرحي له، علميه لحتى يفهم كيف بينفتح جسدك. رقم خمسة، لا تحكمي عليه إن اعترف بمشاعر تخالجه، يعني بتتحرك في الداخل تجاه شخص آخر. سامحيه، اسمحي له يحكي ويعبر، وما تخلي يشعر بخوف أنه أنت رح تدينيه لأنه عبر عن مشاعر معينة. رقم ستة، لا تكوني غامضة، لا تكوني غامضة. خبرتي مع النساء، مع زوجتي بشكل خاص، بتخليني أفهم إنه الزوجة أحياناً بتعبر بطريقة بس التعبير ما بيكون كتير واضح للبعض، ويمكن الرجال كمان هيك. لكن هلأ عم بحكي عن النساء، فأنا بعرف من زوجتي بعلاقتي فيها 18 سنة إنه أيام كتير لما إذا بسألها بتحبي أعمل لك فنجان قهوة الصبح، هي عادة بتعمل قهوة. إذا أنا قلت لها بتحبي أعمل لك فنجان قهوة، أيام بتقول لا وبتقصد نعم فاجئني، أيام بتقول لا والمقصود فيها يمكن، أيام بتقول نعم والمقصود منها لا، بس بدها تعمل لي على ذوقي بس هي من جوا ما بدها. فكتير مهم إنك تتواصلي مع رجل بشكل واضح حتى يفهم تماما. فيك تقولي له مثلا أنا هلأ بدي شاركك مشاعري بس ما بدي منك حل، بدي تسمع لي، بدي أذن صاغية، قولي شو بدك بوضوح، هذا الشيء بيساعده. بعدين رقم سبعة، لا تحرميه من الكلمات المشجعة. يعني
زوجك بيحتاج للتشجيع، مش بس تقولي له أنا بحبك شجعي، قولي له بيعجبني جسدك، طريقة تفكيرك بتعجبني، أنت بتعجبني كرجال، عبري له بهذه الطريقة، مش بس أنا بحبك. رقم 8، لا تمنعيه من أن يكون لديه هواياته الخاصة. رجال بيحتاج لهوايات مثل ما الزوجة عندها هوايات، لكن هلأ عم بحكي معك قديش مهم أنه يكون عنده هوايات ووقته الخاص. هلأ للرجال بدي أقول انتبه، الدخان منا هواية، الأرجيلة منا هواية، تقعد كل نهار على التلفزيون هيدي منا هواية. ها؟ عم بحكي عن هوايات مثل الرياضة يلي بتفيدك ويلي هي مهمة لحياتك. رقم 9، لا تدعي بأنك لا تخطئي. عم بحكي بشكل عام مثل الرجل، أنت لاقي فرص لما تعرفي حالك غلطانة اعترفي بغلطك واعتذري. وبشكل خاص كمان بدي أحكي هلأ، إذا عندك ضعف معين تجاه الرجال أو رجال معينين، تحديداً نوع معين من الرجال، اطلبي من زوجك حماية على حياتك، قولي له بديك تحميني من هالأمور، وبصلي أنه زوجك يكون متفهم. رقم 10، لا تحرض الأولاد ضده. تنجح لوقت لكن بتخسر المعركة، بتخسر زواجك، ما تحرض أولادك على بيون. رقم 11، لا تعاقبيه بعدم التحدث إليه. بدي قاصصك، ما رح أحكي معك، ما رح أتعامل معك، لا تواصلي معه، ويمكن بدنا وعظة عن التواصل الفعال. رقم 12، لا تستخدمي كلمات الاتهام والإدانة. ما تقولي له أنت دايما هيك، أنت عطول بتتصرف بهالطريقة، بستحلي شي مرة تعاملني بهالطريقة، هالأسلوب كله ما 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 بيفيد. هالأسبوع اللي قطع علينا تلاقيت بالست قلت لي أنا مبسوطة إنه زوجي عم يعمل كل هيدا النقاط يلي عم تحكي عنهم، قديش تشجعت. في صبية تانية قلت لي أنا يلي عم بسمعه تماما هو بعكس ما عم شوف ببيتي، يعني من أهلي، فأنا مبسوطة إنه في حقيقة تانية عم بتعلمني إياها لحتى أنا عيشها. وفي حدا كان عم بيقول لي يا أسيس أنت عايش بالمدينة الفاضلة، كأنه عايش بعائلة، كأنه ما في شيء منه، منك واقعي. فبدي أقول لك اليوم نعم، لما بتفوت بعلاقة مع يسوع المسيح حقيقية صادقة، أنت وعائلتك بتدخل بملكوت الله، هيدا عالم تاني. ويسوع لما بيترأس حياتك وبيتك ويصير هو الأساس وصخرة حياتك وزواجك، بيصير الآخر اللي برا بيطلع وبقول هيدا شيء مستحيل. فبدي إياك تبدأ من اليوم إنك تعيش هيدا الحقيقة. وفي عندي هالتقلات لحتى ذكرك بحقيقة كتير مهمة. إذا أنت بدك تربي عضلات اليوم شو بتعمل؟ هل بتروح على الجيم مرة بالشهر وبتعمل رياضة؟ أبداً. إذا أنت بدك تكون بصحة جيدة وتعمل رياضة ويقوى عضلاتك، أنت بتحتاج لهالتقلات، وباستمرار كل يوم كل يوم أو يومين يوم لا بدك تقوم وتعمل رياضة تعمل رياضة. ما فيك تقول أنا مرة بالشهر بس بعمل رياضة، لا أنا دايما بعمل رياضة. هلأ بيعمل رياضة عم يضحك وعم بقول بس 5 كيلو حامل لأني ما بعمل رياضة قدك، لكن أنت لأنك كل يوم عم تعمل رياضة بتقدر تحمل أكيد تقلات أكتر بكتير. فإذا بدك زواجك ينجح ما فيك تقول أنا مرة بالشهر بدي أهتم بزوجتي، بدك تستثمر كل يوم بزواجك شوي، ساعة نص ساعة ربع ساعة، وهيدا الشيء بيقوي عضلاتك الزوجية وبتعيش حياة غير شكل. فشو رأيك هلأ تحني رأسك معي تنصلي كلمة ونطلب بركة الرب على هالكلمة يلي سمعناها. غمض عينيك معي وقل له يا رب ساعدني عيش ما تعلمت اليوم. أنت يلي حكيتني من خلال هيدا النقاط، أنا اليوم يا رب تعهد أني أعمل رياضة روحية بعلاقتي الزوجية بطريقة يومية حتى ابني زواج أفضل. فبصلي أنك تبركني وتكون معي وترفقني باسم يسوع، آمين. وهلأ أنتوا يلي عم تسمعوني بدي أسألك، أي نقطة من هالنقاط لمست قلبك أكثر شيء؟ شو رأيك تشارك مع المجموعة اللي أنت فيها؟ أي أكثر نقطة بتساعدك؟ أي أكثر نقطة يمكن عم تعملها أو بتحب أنك تعملها أكثر؟ فخلي يكون في وقت للشركة. هلأ بدي دايك توقف، بدنا نرنم ترنيمة نصيبي هو الرب، هكذا قالت
نفسي. فوقفوا معي كلكم بروح العبادة والصلاة، نصيبي هو الرب. نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي، نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي، من لي سواه في السماء ومعه أيضا لا أريد شيئا فهو كفايتي وكنزي فهو كفايتي وكنزي بل يزيد. نصيبي نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي، نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي، من أجله ألقي تبري على تراب الأودية فهو مشتهية وملأ نفسا جائعة ملأ خبزا. هللويا الرب صالح، هللويا الرب صالح، هللويا الرب صالح إلى الأبد رحمته. هللويا الرب صالح، هللويا الرب صالح، هللويا الرب صالح إلى الأبد رحمتان. أخرجنا من الظلمات وظلال الموت وقطع كل قيودنا قد قطعها. هللويا الرب صالح، صالح، هللويا الرب صالح إلى الأبد رحمته. هللويا الرب صالح، نعم أنت صالح يا رب. الرب صالح، هللويا الرب صالح إلى الأبد رحمته. ترنم 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 ليسوع أعظم إله، ترنم 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 مجد بيملى الحياة، ملكوتك ما له حدود بطريق إبليس مسدود، ملكوتك ما له حدود بطريق إبليس مسدود، بالمجد علينا يسوع سلطانك يا ابن الله. ترنيم 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 ليسوع أعظم إله، ترنيم 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 مجد بيملى الحياة، إبليس مغلوب مغلوب أعلن واضح مكتوب
ترنيم لك يسوع حقيقة يا رب. أحببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك، ادخلني إلى الحجاب. أحببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك، ادخلني إلى الحجاب. أحببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك، ادخلني إلى الحجاب. فقت كل وصف، فقت كل الكلمات، فقت كل وصف، أنت الأبرع جمال. فقت كل فقد كل الكلمات، فقد كل وصف، أنت الأبرع جمال. أحببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك، ادخلني إلى الحجاب. أحببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك، ادخلني إلى الحجاب. أحببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك، ادخلني إلى الحجاب. يسوع فقد كل وصف، فقد كل الكلمات، يسوع ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع. أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك. أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك. أعبدك أرفع بالروح وبالحق، أعبدك أرفعك
بالروح وبالحال واحدة سألت منك أن أسكن في هيكل كنسك واحدة سألت هيكل قدسك مريض أنا بحبك لأني الآن بفيض روحك مريض أنا بحبك لأني الآن بفيض روحك نشكر كل اللي كانوا عم يعطوا بكل أمانة. عطاياكم هي الوسيلة لنقدر نخدم المحتاجين بيناتنا، ننشر رسالة الإنجيل بشتى الوسائل الممكنة. العطاء المادي هو أحد الطرق يلي منعبر من خلالها عن تتويج يسوع رب على مواردنا وعلى كل شي منملكه. إذا بعد ما سنحت الفرصة إنك تعطي، صار فيك ابتداء من اليوم تعطي بثلاث طرق مختلفة عبر تسليم العطايا. اتصل فينا على الرقم 70 165 664 لنجي نستلم العطايا من عندك من البيت. عبر صندوق العطايا من التنين للجمعة من الساعة 10 صباحاً للساعة 2 بعد الظهر بمبنى كنيسة القيامة بعبدة. عبر الإنترنت سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار على www.rcbeirut.org/give. شكراً لكونك جزء من عائلة كنيسة القيامة.